السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر عسلم. مكذبش اللي قال اللي تحب تفهم الحاضر تفهم التاريخ، وإن التاريخ هي أهم مادة لازم الإنسان أن يتعلمها، سواء التاريخ بصفة عامة أو حتى تاريخ عائلته ولا تاريخه هو. بلاش التاريخ ما نجموش نفهم حتى شيء. وفي نفس الوقت كي تفهم الحاضر تنجم تفهم التاريخ. عندما نشوفوا احنا الاخبار اللي تتناقل واللي تم تزويرها قدام عينينا ونشوفوها، هذا قدام عينينا ويتم التزوير وواضحة الامور ويتم السخرية في 2017، فما بالك قبل 1000 سنة و2000 سنة؟ كان احنا عندنا الوسائل الكل باش نبحث وناخذ الاخبار، فما بالك يعني قبل 1000 سنة و2000 سنة كيفاش معناتها الاخبار تقعد محصورة في منطقة معينة ويتم تزويرها بدون ما يعلم حتى حد. احنا قمنا اليوم الصباح وسمعنا بعدة دول بين قوسين عربية قطعت علاقاتها مع قطر. شكون هي قطر؟ قطر عدد سكانها 2.5 ملايين تقريبا، 15% قطريين و 85% أجانب، منهم 40% من الدول المتكلمة بالعربية. قطر قداش كبرها؟ تقريبا 12000 كيلومتر مربع أو أقل، يعني منطقة ما عندها حتى قيمة، صغيرة محصورة في منطقة يعني دايرين بها دول كبيرة ما عندها حتى قيمة، لا معناتها من ناحية القوة متاعها ولا من ناحية أي شيء آخر. عندما نرجع احنا لتاريخ قطر واستقلالها على البريطانيين ووصول الأمير متاعها اللي عمل انقلاب على ولد عمه، ومن بعد هو بيدو اللي شارك معناتها في الحرب لتحرير الكويت، عمل عليه ولده انقلاب أبيض بين قوسين، وهو وقتها كان موجود في سويسرا واخذ الحكم منه واصبح هو امير قطر. احنا نعرفوا اللي بو حامد، فهمت، اللي عمل هو بدوره انقلاب على ولد عمه، عمل تغييرات كبيره في قطر وحب كما نقولوا احنا يطور قطر شويه ويردها متقدمه، وشارك يعني وكان معناتها مشارك كبير في تكوين مجلس التعاون الخليجي، وكانت عنده معناتها سياسة نوعا ما نجم نقولوا تعرفوا الرؤساء اللي خذاو الحكم بعد استقلال دولة يبدا فارح بها شوية ويبدا لاهي بالجماعة نتاعو شوية. لكن شنو وقع؟ وقع عام 90 ان دول الخليج الكل ما عادش تثق في صدام ولا تخايفة من صدام، خاصة بعد غزو الكويت، وهوني السياسة الخارجية تبدلت كليا. بعد لصدام غزا الكويت قوى مجلس التعاون الخليجي وأصبح يؤمن أن هو لازم يكون قوة لمواجهة إيران وما عادش يعمل على صدام. وطبعا بدأت العملية لإسقاط صدام، وفي نفس تقريبا هذيك الوقت يعني عام 1995 وقع انقلاب أبيض على أمير قطر، وجاء ولده حامد وقتها كان بوه في سويسرا. وهذا الانقلاب أكيد ما عملوش وحده، وإنما بتعاون وباتفاق سواء من دول الخليج سواء من الدول ما يسمى الأوروبية أو الغربية. إذا وقت جاء حامد للسلطة لاحظوا أنه أصبح له دور أنه يدعم كل الحركات الإسلامية، وطبعا مع تكوين الجزيرة وتعرفوا القصة وتعرفوا قطر شنو عمل. أنا أقول اللي قطر فهمت ما تصرفش وحدها، يعني وكلت لها تلك المهمة القذرة متاع تغذية الإرهاب، طبعا تحت عين أوروبا وبموافقة أوروبا. هذه مسألة واضحة، أنا مانيش باش ندخل في التفاصيل. اللي حبيت نقوله ان قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر
اللي قامت بها السعودية اللي ولات فهمت تحارب في الإرهاب ماهيش عملية هكاك. أنا نتصور معناتها وهذا وجهة نظري طبعا أن قطر عام 2010 حسنت علاقاتها مع إيران، وأن قطر عملت علاقات وثيقة مع روسيا، وتعرفوا انتوما إيران وروسيا وهذا الحلف يعني هو حلف معادي نوعا ما للحلف الأمريكي الأوروبي الخليجي. ولكن هوني نتساءل، هل قطر لها القدرة أن تواجه دول الخليج؟ سؤال. معناتها من المنطق أن قطر ما عندهاش لا القدرة العسكرية لا أي قدرة أخرى أنها تواجه دول الخليج، وما تنجمش تتمرد على دول الخليج. هذاك علاش قلت في الفيديو السابق أن العمل القذر لدول الخليج لدعم الإرهاب هي باتفاقيات من بين بعضهم من الأول. طبعا ما نتكلمش عن المؤامرة، أنا ما نؤمنش بفكرة المؤامرة، وإنما أؤمن بحاجة أن هناك فما مصالح سياسية وفما حاجات قاعدة تتحضر. في الحقيقة السعودية وزيارة ترامب للسعودية والتحالف ما يسمى العربي لمواجهة الخطر الإيراني سواء في اليمن سواء في العراق سواء في سوريا سواء في لبنان سواء في المناطق الأخرى، الهدف متاعه الأساسي هي مش محاربة الإرهاب وإنما تقنين الإرهاب وجعل الإرهاب الإسلامي السني تحت سلطة معينة تتحكم فيه. على خاطر احنا نعرف اللي يقع في السنوات الأخيرة خاصة في سوريا وفي مناطق أخرى وفي ليبيا، جعل ياسر جماعات إسلامية انسحبت من تحت السيطرة والهيمنة السعودية الأمريكية. لأن أنتم تعرفوا اللي الإرهاب ومنذ عشرات السنين يتم استعماله من أجل محاربة عدو معين أو من أجل معناتها قيام بعملية ضغوط على بعض الدول أو من أجل أهداف سياسية أو اقتصادية. هذا واضح فهمت؟ وأنا كما قلت لكم في الفيديو السابق قاعد نحضر في سلسلة حول تاريخ الإرهاب الإسلامي السني. يعني كما قلت لكم الإرهاب الإسلامي السني هو يعتبر حديث، قبل ما كانش فما إرهاب إسلامي سني. لماذا؟ لأن كان الإرهاب الإسلامي السني تحت سلطة دولة وهذا ما نسميوش إرهاب. الإرهاب هو اللي يخرج من تحت سلطة الدولة ويتصرف بطريقة خارج إطار القانون الدولي. ما نجموش نسميه الجيوش إنها جيوش إرهابية. صحيح الجيوش تقوم بعمليات إرهابية يعني لكي ترهب العدو، ولكن بطريقة منظمة. احنا لازمنا نرجع للمصطلح بحد ذاته اللي هو الإرهاب. الإرهاب الإسلامي أو أي نوع من الإرهاب هو يكون في الحقيقة حركة تمردية مسلحة ضد سلطة معينة، والإرهاب الإسلامي السني هو حديث ما كانش موجود قبل طبعا إلا في الفترة اللي كان فيها محمد يقوم بالعمليات الإرهابية ضد قريش. هذه مسألة أخرى. إذن احنا توا نشوفوا اللي مثلا قطر مع تقاربها مع إيران ومع الحلف الإيراني والروس كأنها قاعدة تتحضر في حاجة، وانا قلتها في الفيديو السابق. نشوف انا قطر اللي كانت قبل عندها المهمة متاحها هي دعم الحركات السنية الإرهابية سواء في العراق سواء في سوريا سواء في ليبيا سواء في تونس سواء في اي منطقة ما يسمى بين قوسين العالم الإسلامي، الآن سوف تأخذ دور آخر وهو تشعيل الحرب بين إيران وبين الدول العربية والحلف السعودي.
هذه هي المهمة المستقبلية متاع قطر ومتاع الجزيرة، لأن لو كانوا يحبوا فهمت يكسروا قطر أو يكسروها سهلة، فمش ما أسهل منها خاصة دول الخليج. ولكن شكون باش يقوم بهذه المهمة؟ شكون باش يقوم بتشعيل النار؟ احنا نشوفوا اليوم بعد قطع العلاقات وقبل يعني نشوفوا اللي فما حياز كبير لقطر وللجزيرة نحو إيران، حتى أن فما هناك برنامج سوف يبث على الجزيرة حول الجرائم السعودية في اليمن. كان بالفعل قطر انضمت للحلم الإيراني السوري، تأكد أنه سوف يتم إسقاطها في أقرب وقت ممكن أو بعد ما تعمل المهمة بتاعها ويشوفوها أصبحت خطر عليهم. تعرف توما اللي قطر فيها قواعد عسكرية أمريكية، يعني معناتها مش من السهل أن تاخذ موقف مع إيران وروسيا. هوني نفهم حاجة من زوز، يا إما قطر مكلفة بالمهمة بتشعيل هذه الحرب الفارسية العربية أو السنية الشيعية، أو إنها بالفعل خذت موقف مع الحلف الإيراني الروسي. وفي هذه الحالة تو تشوفوها في أقرب وقت ممكن تو تطيح، وإلا سوف يطيحوها وقتها يشوفوا لازم هما يطيحوها. ولكن كان قطر مكلفة بهذه المهمة سوف تشوفوا في الأيام القادمة والشهور القادمة كيفاش إن قطر والجزيرة سوف تلعب دور كبير لتشعيل الحرب المستقبلية كما فعلت في الحروب اللي قبل مع الحركات الإسلامية. إذن اللي حبيت نقوله في هذه الفيديو راهو السياسة قادرة، ومع الأسف ومع كامل الأسف الشعوب بتاعنا بصفة عامة تجهل بشنو يحدث سواء في العالم سواء في دولها، ومن السهل اللعب بعقولاتها ويخليوها تميل لهوني ولا لهوني بسهولة تامة، نلعبوا لها بمخها وتولي يا أما تأيد هذا يا أما تأيد هذا. ولهذا أنا نقول اللي احنا توا البشرية بصفة عامة مع وسائل الإعلام مع كل ما عندنا من إمكانيات ما عادش بسهولة نجم ونسخروا من الناس، خاطر الناس ما عادش كما قبل رغم الجهل اللي مازال فينا احنا فهمت، لكن نعتبر نعرف حاجات كثيرة وما يمكنش تتعدى علينا حاجات كما هكا. التحضير والطابور للحرب ما يسمى العربية الفارسية اللي قاعدين يحضروا لها فهمت واضحة وبينة، ما تحتاج إلى أدلة. أي إنسان معناتها محلل سياسي يشوف هذه المسألة فهمت يفهمها، ويحبوا يجروا كل الدول فهمت ما يسمى السنية بين قوسين في هذه الحرب، هذه مسألة واضحة. والفكرة متاع محاربة الإرهاب كما قلت لكم مش هو محاربة الإرهاب بحد ذاته، ولكن هم يحبوا يقنوه ينظموه، لأن ياسر جماعات إسلامية فلتت من يديهم. حتى توا مثلا في العراق وقت تم محاصرة الموصل فهمت فما أطراف تطالب فهمت باش يتم اتفاق مع هؤلاء الدواعش من أجل ضمهم فهمت ضمهم للمعركة القادمة وعدم محاصرتهم وقتلهم. لكن إيران والمعتها الجيش العراقي اللي هو مؤيد من طرف إيران طبعا رفض هذه الفكرة وطلب بالقضاء عليهم نهائيا في الموصل. إذا اللي حبيت نقوله في هذه الفيديو راهو المحاربة للإرهاب اللي قاعدين يقولوا عليها الكل هي محاربة للجماعات والأطراف اللي مش تحت سيطرتهم، مثل مثلا نشوفوا حتى القصف الأمريكي في ليبيا ولا القصف الأمريكي في اليمن أو حتى في العراق أو حتى في سوريا، تلقى القصف موجه لجماعات مش تحت سيطرتهم، بينما الجماعات اللي تحت سيطرتهم ما يتمسوش
هذه مسألة واضحة وبينة وتلاحظها. وهذوما الجماعات اللي تحت سيطرتهم يمكن يفكروا انهم يدمجوهم في جيوش معينة ويكونوا جيش إسلامي سني يقوم على العقيدة السنية الوهابية لمواجهة ما يسمى الخطر الإيراني. في الحقيقة هذا اش حبيت نقول في هذه الفيديو، مجرد ما عندها أفكار جاتني، وقريبا سوف أعمل فيديوهات حول ما يسمى بالتاريخ الإرهاب السني. وشكرا، ومع فيديو قادم، وبسلامة.